السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا أرحم الراحمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك الحمد ولك الشكر أن بلغتنا رمضان، لك الحمد يا رب العالمين أن مددت لنا في العمر ومتعتنا بالصحة والعافية حتى أدركنا رمضان، اللهم ارزقنا فيه أوفر النصيب في الرحمة والمغفرة والرضوان. يا رب إنا تبنا إليك توبة نصوحة، يا رب إنا تبنا إليك توبة نصوحة، ونستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا رب إننا نجدد توبتنا بين يديك، يا رب بدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر جميع ذنوبنا، اللهم اغسلنا منها بالماء والثلج والبرد، وبدل سيئاتنا حسنات. يا رحمن يا رحيم، لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. يا رب فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا رب العالمين، في هذه الليالي المباركة من رمضان، في أجواء الصيام والقيام، اهدنا يا مولانا، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر وسوء ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا رب، نتوب إليك في رمضان وفي غير رمضان، يا رب شهر التوبة والرحمة والمغفرة والرضوان، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة صادقة. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، وفقنا يا مولانا للصيام، ووفقنا للقيام، ووفقنا لتلاوة القرآن، ووفقنا للبدل والإحسان، ووفقنا لصلة الرحم، ووفقنا يا رب لكل الأعمال، أعمال البر والخير التي تحبها وترضاها. يا رحمن يا رحيم، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل تأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا عظيم، تقبل منا الصيام، تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا تلاوة القرآن، وتقبل منا البدل والإحسان. اللهم تقبل منا كل عمل صالح، اللهم يا رب اجعله خالصا لوجهك الكريم، لا نريد فيه رياء ولا سمعة، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. يا رحمن يا رحيم، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا
التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا رحمن يا رحيم، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل أمواتنا عندك ضيوفا مكرمين منعمين في جنات النعيم. اللهم إنهم قد رحلوا عن الدنيا ولم يدركوا رمضان، ومع ذلك فأنت الكريم، أكرم وفادتهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اجعل قبورهم مزارا للملائكة، اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم. اللهم يا رحمن يا رحيم، اقبلهم ضيوفا مكرمين عندك في جنات الفردوس، واجعلهم يا رب بجوار الأنبياء وبجوار المرسلين والأولياء، واجعلهم يا رب العالمين ممن يحظون برؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورؤية نور جلالك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب، شهر رمضان شهر الصحة والعافية والشفاء. اللهم كل من كان منا مريض وكل من كان منا سقيم، اللهم أنت الطبيب وأنت المعالج، شافنا بشفائك، شافنا بشفائك، شافنا بشفائك، وداونا بدوائك. اللهم داونا بدوائك، اللهم داونا بدوائك. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. يا رب تشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب، بالليل ونحن قيام ونيام، أنزل علينا الرحمات وأنزل علينا البركات، وشفينا، ونقوم صباحا وقد شوفينا وعفينا، وذهب عنا الأمراض والأسقام، فضلا منك وإكرما. يا رحمن يا رحيم، إنا نسألك فعل الخيرات، ونسألك ترك المنكرات، ونسألك حب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا يا ربي يا كريم. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. اللهم جميع فقرائنا من المحتاجين، اللهم أكرم وفادتهم. اللهم إن عبادا لك فقراء ومساكين ومحتاجين يا ربي، وإن الخير عندك عظيم. اللهم يا ربي، ارزقنا وإياهم رزقا حسنا، اللهم ارزقنا وإياهم رزقا حسنا. اللهم افتح لنا خزائن ملكك وخزائن عطائك، وارزق عبادك الرزق الوفير. يا ربي، كل ما أعطيتنا من مال اجعلنا يا ربي نبدله لفائدة الضعفاء والمساكين. اللهم احفظنا من الشح، واحفظنا من البخل، واحفظنا يا ربي من الاحتكار، واجعلنا يا ربي نعطي المال للفقراء وللمساكين، نعطيه لمن يستحقه ولمن لا يستحقه، كلهم عبادك الضعفاء المحتاجين، وكلنا تحت ملكك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اغني فقراءنا، اغني المساكين من عبادك المؤمنين. اللهم يا رب، ارزقنا وإياهم رزقا حسنا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه. اللهم يا ربي يا كريم، ارزق الجميع رزقا حسنا، اجعل الأقوياء يأخذون بأيدي إخوانهم الضعفاء، واجعل الأغنياء الأثرياء يجودون حبة فيما بيننا والوئام فيما بيننا. اللهم رخص أسعارنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم رخص أسعارنا، وكثر خيراتنا. اللهم كثر خيراتنا، اللهم كثر خيراتنا. اللهم ارحم هذا البلد الأمين، واجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل الخير يقضى على يديه، اللهم اجعل جميع المبادرات الخيرية والإحسانية تقضى على يديه.
اللهم متعه بالصحة والعافية وتمام العافية، وأقر عينه بوليه ولي عهده المحبوب المولى الحسن، وأنبته اللهم نباتا حسنا، وشد أزره بشقيقه الأمجد المولى الرشيد، وبارك له وأسعد قلبه بكافة أسرته الملكية الشريفة. اللهم وفق جميع رجالات هذا البلد لما تحبه وترضاه يا رب. المسؤولين ديالنا جميعا اجعلهم يا رب مباركين، واجعلهم موفقين، واجعلهم يا رب مجتهدين. اللهم افتح لهم أبواب الخير ووفقهم للعمل الصالح، واجعل يا رب العالمين جميع تدابيرهم موفقة. اللهم يا رب وألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك كالحبنا، تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وارزقنا خيرا منه، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.